أدانت لجنة شؤون الأمن والدفاع في المؤتمر الوطني العام الليبي اختطاف وزير التخطيط في الحكومة المنبثقة عن المؤتمر محمد القدار من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. أصدرت اللجنة بيانا استنكرت فيه ما تعرض له وزير التخطيط، وأوضحت أن المجموعة المسلحة اعتدت على مقر رئاسة الحكومة، ولم تكشف اللجنة عن مصير المسؤول الليبي أو تاريخ اختطافه، ولم تعلن عن الأسباب الكامنة وراء الحادث. كما أشرت في بدايتي أن هذه رسالة موجهة لعموم الشعب. ينضم إلينا مباشرة من طرابلس المحلل السياسي الليبي عصام الزبير. سيد الزبير، هل من تفاصيل إضافية حول عملية اختطاف القدار وملابساتها؟ هو حقيقة أعتقد أن الأمر في غياب مؤسسات الدولة حقيقة الأجهزة الأمنية تبقى الاختراقات والانتهاكات واردة جدا. حقيقة أن هذا الوزير وزير التخطيط قال سكرتيره في تصريحات صحفية بأن كتيبة ثوار طرابلس أتت إلى مبنى الوزارة وقامت باقتياده إلى مقر لها في مكان ما لم يعرف مصيره إلى الآن، وأنهم قالوا بأنهم سيجون لتحقيق معه. أحد أفراد الكتيبة صرح بأن هذا الوزير لديه شبه في الفساد، وأنهم قاموا بذلك للتحقيق معه، وأن هذا الوزير يقوم بعمليات فساد، وعندما يتحدث الموظفين الذين معه يقوم بعملية إرهاب، خاصة وأن لديه كتيبة مسلحة تقوم بحمايته وتخويف من يقوم باعتراض عمله. ولذلك نرى أن الوضع الآن هو صراع بين كتائب مسلحة. أعتقد أنه لو تم اللجوء إلى القانون ستكون الأمور أفضل، ولكن بالأمس حسب ما حدث من هجوم على رئاسة الوزراء يظهر لك الأمر جليا بأن ليس لدى هذه الرئاسة أي قوة للسيطرة على هذه الكتائب. شكرا جزيلا لك من طرابلس المحلل السياسي الليبي عصام الزبير.